لك ايه، اسمعني بس، اسمعني واهدى وما تتوترش. انا اطمنت على نفسي بالسولار، بالسونار، بالسولار. بحط الخرطوم في بطني. اسمعني، انا جايب احدث جهاز سونار في العالم كمان. بيطلع الطفل الصغير الجنين ده صوت وصوره وكتابه على السبوره. احدث جهاز في العالم. انا مش عايز اشوف الحكايه. لا لازم تشوف. لا 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 يا ابني اصبر بس. أصبر. ماشي وريني. اصبر بس نشوف يا هارون. يا نهار اسود ومنيل. ايه الواد قاعد يرفس وايه مبسوط انت؟ مبسوط قوي. على مزاجك انت الحكايه. ايوه بس تعبان كده، حاسس كده ان عندي ارتجاع في المريخ. دي خطرافه حمل، خطرافه حمل. انا امبارح كنت فاكر نفسي قطه في الشقه. بجد والله حمل بقى. لا ده هطل، ده هطل والله. اي والله. ايه هات 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 الجهاز يا هارون والنبي يا هارون. حاضر يا دكتور. اما نطمن عليكم كده نشوف العيال دي ماتت ولا بتعمل ايه. بعد الشر يا دكتور. لا حول ولا قوه. ده حابب الطفوله قوي. ابو بعدين هنعرف دلوقتي. وحياه امك ادينا اي حاجه تخلينا ننسى حياتنا. ننسى ايه؟ ممكن اطلع اشرب مع التعبان اللي فوق ده. لا خش لي انت في الصيدليه عشان ما تشوفش المنظر ده لحد اما يجي دور جهاز السوناره. تعالى يا حبيبي. ربنا يستر. عايز اشوف عصران. انت 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 مش هتطمن على الجهاز طيب؟ لا يعني مش عايز. مش هتبارك لاخوك؟ لا. تعالى دي حاجات خصوصيه. إيه؟ يعني بيني ما بينك بس يعني. عايز تشوف ايه؟ عايز اشوف عصران. ايش ضمنك ان هو واد عصران؟ لو بنت خليه واد. يا سلام. اتصرف يعني انت دكتور يعني؟ اهدى هارون انت انت تمرجي شاطر. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا الان. عصران ده طلع اصلع زيك. الله اكبر. يبقى ولدي ولدي ولا ولا. انت يا ابني عصران واطرش ولا ايه؟ لا لسه جوه. نادي عليه شويه يا عصران. انا ابوك يا ولد. يا بوي. ايوه انت بوي. ايوه انا ابوك يا بوي. ايوه عامل ايه عندك؟ تعبان يا بوي. ليه؟ نفسي انزل يا ابوي والله. انزل يا ولدي مستنيك انا. ماني مش عارف ليه الكفيل واخد مني الباسبورت مش عايز ينزلني. ايوه ايوه الواد قاعد في ليبيا ولا ايه؟ انا عامل مشاريع كده قريب. ايه عامل مشاريع جوه؟ ايوه. الله اكبر عليك. ولا عصران ايه؟ اسمع مني اللي هقول لك عليه. ايه احنا لسه انت مش عارفين ان انت ولد ولا بنت، فساعدني كده بالراحه عشان نفرح ابوك. تمام. انا هنزل بالجهاز كده وانت خليك قاعد زي ما انت كده. اوعى تقفل رجلك يا بايخ. يا بايخ اتعدل يا بايخ. عايز ايه؟ لف بس كده واقعد عادي. اقعد مرتاح. اقعد قعدة الكنيف. ايوه ايوه اهو. ولا ايه؟ افتح رجلك عشان تعرف انت ايه. انت عايز ايه؟ عايز اعرف انت ولد ولا بنت. اشحن لي ب50 وريه. ده انت 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 مخلف ايه؟ واحد من المطاريد ده؟ ايوه ايوه راجل. راجل ابو ايه؟ كفاياك ابويا اكل بمشي بدود والدود هرالي جتتي. ما انت اللي بتتوحم مع ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ يلا يلا امشي يلا امشي يلا امشي اهي التجربه ايه؟ سلام يا عصران. بتاكل مشي يا ابوك. ايه ده؟ يا عصران الو؟ انت لسه معايا؟ بقول لك ايه، ما ينفعش يبقى في طفل في بطنك وتاكل مشي بدوده. هو اللي عايز. هو اللي عايز. هو ايه بيبعت لك على الواتساب بيقول لك انا عايز مشي بدوده؟ لا توحم عليه يا دكتور. توحم يروح نادي لي معتز عشان خربان. حاضر. خربان ده ربنا يسترها عليه وما يروحش مني. يا استاذ معتز. استاذ معتز. خليك بقى اقعد اقهر في نفسك كده لحد ما هتموت. مش ايه ده؟ مش ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بقول لك ايه، انا مناخيري كبرت فانشرت كده. فانشرت كده وحنشرت شويه. يبقى واد. يبقى واد. يبقى واد ايه؟ هتعيط. اللي في بطنك الحزن غلط على اللي في بطنك. مفيش سكينه وفي السهل. يا ابني يا بطيخه. في ايه؟ اتعدل بس كده وخلاص. احنا اتورطنا الحمد لله. انت ليه؟ انت سقطت ولا ايه؟ لا انا مسقط غيار بس عشان اعرف اكل عيش واشتغل وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز تشوفه؟ انا هوريك الاعجيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ده مساجين يا ابني. انت مخلف عيال في ثانويه عامه ولا ايه؟ الواد الواد ماسك اللي السر بيشرب منه. ابوك يالا. يا بابا ده الواد بشنب.
ما انت انا مش عارف ظروفك جوه ايه. جوه ايه اللي جوه؟ ايه قاعد عامل ايه؟ عامل ايه يا بابا؟ كويس الحمد لله، انتوا كويسين؟ اه. ايه ده؟ مفيش شاب بتنجان؟ ايه؟ عايز شاب بتنجان؟ انت بترميلهم ايه جوه؟ عيالك يالا غريبه قوي. مش عيالي دول. عيالك. مش عيالي. اثبت لك ان هم عيالك؟ استناني خليك ماسك الجهاز ثانيه واحده. ارجع. خد نعمه لوريك ان هم عيالك بقى، تعالوا يا عيال اهو. ايه ده؟ عيالك اهو بص اهو. اطلع مش ناقصه حمل، انا كفايه جوه. قاعدين جوه والدنيا زي القمر اهو. طب اطلع. ما تشربوش سجاير كتير. انت خارج؟ انا خارج اه. طب هات لي علبه بوكس بالله عليك. والله خرمانين هنا، خرمانين. يا معتز. ايه؟ معتز اهم الحمد لله. امسك بينا. ده من كرومب، اصل انا واكل كرومب. انت متخلف ده الوقت؟ بتاكل كرومب في الحمل؟ خلاص اوعى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ننهي التجربه اهو. الو؟ ايه بقى ده؟ بس بيبصوا عليك. ايه بقى اللي انت عامله ده؟ ايه 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 المناظر اللي انا شفتها دي؟ ما ينفعش تحزن نفسك، انت حامل في توأم رسمي اهو. خلاص ماشي يا عم، تروح وترتاح وتنام لي كده على بطن. لا على بطنك ازاي؟ نام على ظهرك. ماشي تمام، عشان الجنين ينزل في سلام. يا فوزي ايه؟ تعالى يا حبيبي. ايه تعالى. معتز طلع حامل في توأم. يا نهار اسود، هتولد فين؟ في مش عارف بقى. مستشفى السلام بيقولوا كده. لا الجلاء اضمن. جلاء؟ انا هولد في الرفايده. اكتوبر نضيفة ولدت فيها منى زكي. بتعمل دعايه خلاص. تعالى يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتوروني ايه؟ هوريك بقى. ايه ايه ده بابا؟ ايه ده بابا؟ عايز جواب؟ عايز جواب؟ انا حامل في استاذ اشرف. حلو كده، وانت بتولد ما تقولش اه، قول عا. مضبط. القبض يا ريس النهارده، القبض. استاذ اشرف. يا نهار اسود عليك زله. يلا لا انا هنهي التجربه بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. تجربه؟ انت جايب لنا شاشه سينما بتفرج الناس عليها وتقول سونار؟ يا ابني انا بالليل دي بلعب عليها بلاي ستيشن وانا زهقان في العياده. ما لازم اشغل نفسي يعني. انا هطلع اريح مش قادر. قلنا حل للفضيحه دي يا اخوانا والنبي. قلنا اي حاجه للفضيحه. الفضيحه دي تتلم في حاله واحده بس. ايه؟ نعرف الواد بسام ايه اللي حصل له. ده بسام بقاله شهرين ما شفتوش. ايه ده؟ وما بيجيلكش الصيدليه؟ ولا بيجي في حته. ولا بيظهر؟ ما فيش والله، اصل انا ما بقتش اقعد في الصيدليه، انا رايح جاي على المستشفيات دلوقتي. بتلف بتتابع ها؟ اه بشوف احلى مستشفى واتكل على الله. ربنا يا ربي ينتعك بالسلامه والله العظيم. استنى اما اشوف الواد بسام كده. يا بسام. ايوه بسام. ايوه. ايه ده؟ انتوا بقيتوا حوامل؟ احترم نفسك عشان اللي فينا ما يجيش فيه. يجيش فيا؟ انا بقيت حامل زي زيكم، بس ليه من هنا؟ ليه؟ اشمعنى انا؟ قلت لك اديني الفياجرا. ابعد ابعد. جسمي التهب منك لله. ابعد. اه اعوذ بالله من غضب الله. اعوذ بالله من غضب الله. هسه اعوذ بالله. دايما ربنا وعدنا اشوف جن. دايما دايما يظهر لي الجن في اي مكان. حرام عليك. حرام عليك. اعوذ بالله. حرام عليك. يا الرحمن الرحيم. انا مش عارف ايه اللي حصل. انا بقالي فتره باكل شطه، اكيد دي التهابات ان شاء الله. التهابات. انت لو نطيت في بسين شطه مش هيحصل لك كده. ما انا مش عارف. طب ايه اللي حصل؟ تعالى اما نشوف. حصان. بقيت حصان. ممكن اركبك اخد لفه بيك بنزله السب. يا لا احنا بقينا زومبي. اه والله بقينا زومبي. بقينا مدينه الزومبي احنا. لا اله الا الله. ان شاء الله يطلع اي حاجه. اشوف لك انا ولا تكسب ايه؟ هات يا قليل الادب. هات افتح لك الميه الدافيه. وسع ما نشوف. وسع كده شوف الشاشه. بسم الله. ايه ده؟ يا نهار اسود، عرفت انا حامل ليه هنا؟ انت كبيت ميه سخنه في الحمام يالا؟ عارف ادي يا بابا. بابا ايوه يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. انا خطبتي النهارده. خطبتك؟ ايه ده؟ هي دي قاعه الجوهره يالا؟ عايز احجز فيها وحياه كوره. تعالوا تعالوا. ايه ده؟ تعالوا. ايه ده؟ عايز ميكانيكا. اسهال مش قادر. نط في النيل يالا، نط في النيل ما تطلعش منه حتى لو عايش، بيغطس لحد ما تنتهي.